سواء في جهة الشعاب وإلا دخلوا من الحدود. هم مسلحين؟ السلاح موجود في تونس اليوم، لأنه ذي يجرنا الحديث على موضوع آخر، إنه السلاح موجود في تونس. السلاح لأنه دخلوا وقت الثورة ودخلوا برشا أطراف وبعد الثورة ودخلوا معناتها عديد الأطراف وعديد الأسماء المعروفة. فمثلا وأنا أنا حبيت بربي فما موضوع يجرني الحديث، وإنه مثلا مثال وليد البناني عضو مجلس تأسيسي، لماذا معناتها احنا سمعنا موضوع وفهم موضوع خرج، وانه اخر مكالمه ترست عند احد الارهابيين هي في جبل شعبي هي مولد البنان، ورصدها الامن، والى اليوم معناتها ما تمش النظر في المكالمه ذي وما تمش استجواب حتى مولد البناني حتى مجرد استجواب. بالنسبه للباقي الموضوع انه كمال زروخ هذايا معناتها ارهابي مصنف خطر وفيه جزء من نشر تفتيش، الرابي ذي يتنقل بكل حرية ما بين جبل الأحمر وحي التضام، وحتى عند محاصرته من الأمن وعنده محاولة في كل مرة يحاول الأمن ويتقص عليه ويلقاه في موجود بجقع القبض إلا ويهرب كمال قدقادي، والله أعلم شكون معناتها اللي كان كمال زروخ، الله أعلم شكون كان يهرب فيه، فهمتني؟ ولا شكون يعطي معلومات لكمال زروخ، لأنه في آخر لحظة كان في كل اخر لحظه معناتها والامن محاصر منطقه ويتمكن من الفرار. مؤخرا في جامعه الياسمين بالعريضه الجديده تم رصد، مش رصده لانه هو امام جمعه وصلى الجمعه غاديك، فهمت؟ وصلى بالناس الجمعه، اما الناس ما صلى الجمعه، السي كمال زروخ تم محاصره الجامعه وغلق جميع منافذ الفرار أول هرب، لكن ما راح قوة الأمن جاءهم تعليمات بالانسحاب وإخلاء المكان ومكن كمال زروخ من الفرار مرة أخرى. وحسب ما وردني معلومة معناتها مهمة، وأنه السيد ولي ريانة كان موجود في الجامعة وحاضر خطبة كمال زروخ في جامعة الياسمين بريانة جديدة. القلقادي في تصريح سابق ليكم أنه هو موجود في تونس حر الطريق. كمال قلقادي احنا معناتها المعلومات اللي عندنا هو انه دخل تونس منذ فترة قصيرة ويتنقل بكل حرية ما بين رواد حي الغزالة وحي التضام. انا حبيت نعرف بربي قوسه انه راهو قلقادي او كمال زروق او غيرهم من معناتها من الارهابيين راهم يخوفوش الامن. اللي يخوف الامن هي التعليمات، لان احنا نتعاملوا معناتها القوانين ماهيش واضحة، والقوانين في غياب قوانين تعوض التعليمات، والتعليمات هي اللي خلات معناتها الإرهابيين هذوما معناتها يكبروا في معناتها حجمهم يكبر. وأنا نأكد أنا للجماعة التونسية أنه الأمن راهو قادر على القبض على قزقازي وعلى كمال زروق وعلى أبو عياض وحتى على نعرفش حتى على بلادنا الحي. بقينا تنحى التعليمات ويكون الخدمة معناتها واضحة.